واحد الدري معاهم قديم مشى فحالو على قبل على قبل. ما ساكنش هو تما ساكن ليه هاد العشوائي. يا تتبعي قناة شوك تي في. مرحبا بكم على فضيلة المباشر مباشرة من مدينة مراكش. من الآن تنتواجدوا وقطعة النخيل كما تعرفوا بأن البناء العشوائي هاد الناس اللي عايشين هنايا منذ زمن قديم وما عندهم لا ماء لا ضوء لا والو وكيعانيو. حنا غادي معنا اليوم معنا سي عزيز السفادي فاعل الجمعوي هو اللي غادي يتحدث لنا على هاد المشاكل اللي تعيشوها في البناء العشوائي. سي عزيز السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك فيك بارك الله فيك سي عزيز. شكرا لك بعد التلبية. الله يحفظك. أولا كنشكركم أنتم اللي جيتوا التفتوا لمنطقة النخيل اللي مع الأسف اللي مسوق لها إعلاميا كنشوفوها تتنافس الدوحة وتتنافس برلين وتتنافس لندن وتتنافس باريس وتتنافس روما. هادشي في الاعلام على وسائل الاعلام المبيوع على وسائل الاعلام صحافه المرقه كما تقول. هذا واجب على الحقيقه. ناس ساكنين تقريبا هادو الناس كانوا ساكنين احسن منهم في القرن 16. ناس ما عندهم الحق حتى في بطاقه ديال الهويه. شباب ولاد المنطقه ولاد جنان الوداني تيبغيو يديروا غير لاكارت ناسيونال ما عندهمش الحق. شكون اللي بعثهم شهاده السكنه؟ شكون اللي بيقدم لهم هاد البطاقه؟ ناس ما محسوبين مغاربه غير بالنفس ما عندهم الحق في والو. الماء والضو يلاه بالكاد جابوه جروا عليهم غير عشوائيا. ساكنين الناس الماء والشتا تدوز عليهم. الشتا ديما مكرفصين عايشين في هذه الازبال. تخيلوا معايا هنا في هذا المحيط هذا كاينين الاطفال ديال المدارس تيلعبوا في هذا المحيط. دراري خدام يخرج يدور يتلاقى مع الامن الوطني يسولو على بطاقه الهويه ما عندوش. بيمشي قدها ما منحقوش ساكن في العشوائي. هاد الدواوير هاد النموذج ديال هاد الدوار هذا كاينين بزاف كاينين بزاف ديال هاد الدواوير منه. هذا نموذج ديال جنان الوداني كاين المفرج كاين مولي عزوز كاينين دواوير عده في النخيل. النخيل لا طالما قلتها ولا طالما عاودتها. النخيل ماشي هو اللي كيتسوق اعلاميا ماشي النخيل السي عزيز بزاف ديال انا كنهضر لك على منطقه النخيل اخويا انس لانه اعلاميا هذه اغلى منطقه في المغرب. انا كيتراوح الثمن ديال الهكتار مليار اثمن طالع الثمن ديال البقع الارضيه هنا من اغلى المناطق في المغرب. فاش تنهضروا على النخيل ولا تمشي عند الناس ديال الخليج وتقول لهم النخيل النخيل ولكن ماشي هذاك علاش تيهضروهم. هذاك تيبدا من 12 الليل 6 الصباح. هذا اللي تنعانيو فيه حنا من 6 الصباح حتى 12 الليل. هذا الشوط الثاني ديال النخيل الوجه الخفي. وهذا الشيء كله هذا الشيء داخلين فيه عده شركاء. داخلين فيه رجال سلطة سابقين فاسدين. داخلين فيه مواطنين جشعين. داخلين فيه منتخبين ما عندهم ما بينهم ما عندهم حتى ذمة. الروح الوطنية ما كايناش عندهم وما السبب في هذا الشيء. أنا باش تجي مواطن في 2023 تقول لي ما عندوش بطاقة وطنية. فهذا لا يعقل. حنا تقول لي النخيل من وراء هذا السور هذا كاينه ماكدو. نقول لك أنا كاينين مناطق كاينين أمراء ديال الخليج على بعد بضع أمتار. بلا ما نقول لكم البلينز اللي كيبان لك من تماك ديالاش الا كان ممكن نقولها لان انا هذا عيب وعار. انا راه ولد منطقه النخيل كبر هنا. هاد الشباب كبرين معايا وهاد المعاناه اللي كيعانيو
فاش تجي السيده دروك الحوار قبل ما نبداو اللايف سمعتي اش قالت لك؟ ولدها قبضوه بكارو ما عندوش لاكارت، ما تيقوش البوليس بانه ما عندوش لاكارت في هذاك السن وما عندوش لاكارت، تيقول لهم راه ما باش يعطيوني شهاده السكنه، ما تيقوش اي غلط بيقضي وما عندوش ما عندوش لاكارت ما غاديش يقضي اي حاجه. مشكل ديال بناء عشوائي، مشكل مثلا نشري موتور وبيدير لاسورونس راه ما عندوش، ما عنده حق يشري موتور، ما عنده حق يسوق طوموبيل، ما عنده حق يتسركل في المدينه كيما بغى، ما عنده الحق فاش في الزواج، ما عنده الحق يقرا، راه يقرا يوصل لباك خصو لاكارت. اش دابا على من محسوبين هاد الناس هادو؟ على من محسوب هاد المعاناه هادي؟ تالي ملي بقاو تيعانيو كاين مشكل، اه راه تما يتحل هاد المشكل، ولكن الحق في الوثائق الوطنيه راه مغربي، راه مغربي، راه من رعايا صاحب الجلاله، راه حشومه وعيب وعار اننا في منطقه النخيل الجنوبي لا نبعد الا بضع امتار على الاقامه ديال الجنان الكبير ديال صاحب الجلاله، وكيعانيو المواطنين هاد المعاناه. راه طالما قلتها ما بيت كاع نقول حتى شكون اللي قريب، ولكن راه ما هادشي تيحز في النفس، راه باش تكون حنا المطلين هادو تيتعتبروا جيران ديال صاحب الجلاله عباد الله، هادو جيران ديال الاقامه الملكيه الجنان الكبير، علاش يعانيوا هاد المعاناه هادي؟ علاش يعانيوا هاد المعاناه؟ علاش حنا النخيل بالضبط هاو؟ علاش حنا النخيل تيتزادوا الاقامات الفخيره وكاينين الفيلات العشوائيه اللي ماخور ديال الدعاره كاينين؟ تجي تتقبض تطبق قانون على مواطن بسيط، مواطن فقير، تيطبق عليه القانون بحذافيرو، تجي تسد الواحد ديال لافاش ديال وصل الطوموبيلات، اه هذاك سد ليه، تجي تدور معايا انا كنتحداهم يجيو يدوروا معايا على الفيلات كلهم، شكون اللي عنده البير مصرح به؟ علاش بالضبط نحكر على مول لافاش وعلاش مول الفيلا؟ بزاف، الا جيت بغيت نهضر بين خويا قلبي بزاف، لان هادشي اللي كيعانيو هنا القانون تيطبق على الفقير، على المواطن البسيط، لدرجة على المواطن البسيط. مقدم ولدو مقدم، باشا ولدو باشا، قايد ولدو قايد، محامي ولدو محامي، وغادي هكا وانت كتعاني هكا، دزتي هكا تبقى تعاني هكا، ما عندك حتى هويه، ما عندك حتى عقد للزيت، ما عندك والو، ما عندك بطاقه وطنيه، علاش بالضبط حنا في النخيل؟ هذا هو التساؤل، هذا ما هي جزء من الكارثه اللي كنعيشوها في النخيل، هذه كارثه، هذه محشومه 2023 وتبقاو مدينه ديال كوب 22، المدينه الاولى في السياحه عالميا، افضل وجهه سياحيه، باش باش كما قلتي بان منطقه باش. النخيل معروفه بانها من المناطق الغنيه، راه قلت لك انا الهكتار ارخص هكتار في النخيل مليار، ارخص هكتار يتباع لك في النخيل بمليار مليار، وتجي تشوف المعاناه ديال الساكنه ديالو كتكون هباك، تجي تشوف شباب ما عندهمش الحق حتى في البطاقه الوطنيه في 2023 حشومه وعيبه. وكيتشادوا الضو والماء حتى هو. الضو والماء راه غير من بعد الضغوطات ديال الناس تجر لهم الماء والضو اللي عندهم الحق فيه. الحق في العيش الكريم اصاحبي. علاش انا بالضبط غادي تمنعني انا تندير هي السقف اللي يحميني من الشتاء. انا بيديروا هاد الناس اصلاح الدركه ما عندهمش الحق. عندهم الحق في والو هادو. ما عندهم الحق في والو، هادشي علاش انا كنهضر. النخيل ما عندهم الحق في والو، كاين برنامج ملكي ديال مساعده الدور الا السقوط ما كتستافدش من النخيل عباد الله، كاين عندنا ديور هنا بيطيحوا على عباد الله، ديور بيطيحوا على الناس، هاد الفخاره هادي فيها ناس فيها درب على قدو بيطيحوا عليهم الديور، عين الطيف فيها اسر بيطيحوا عليهم الديور، كاين برنامج ملكي واقف عليه سيدنا مخرجو استفد منه المدينه القديمه، استفد منه سيدي يوسف بن علي، ما يستافدش منه النخيل. علاش واش الناخيل مواطنين حنا من درجه ثالثه، مواطنين من درجه رابعه، لاجئين، اش كتعتبرونا؟ ما عرفتش علاش هذا القانون تيطبق في مناطق ومناطق، ما مقاطعه النخيل الوحيده اللي ما فيهاش حتى مشروع، لا دار ثقافه، لا دار شباب، لا مستشفى قرب، لا ملعب كبير، والو والو. انا تنقول لك انا هاد مقاطعه النخيل هي مقاطعه بالسميه صافي، مقاطعه النخيل بالسميه، ثاني مقاطعه كتدخل في الميزانيه ديال مجلس جامعه مراكش، اخر جماعه كتستافد من المشاريع ديال جماعه مراكش، لا من حيث البنيه ديال الطرق، لا من حيث المدارس، تخيل معايا النخيل فيه اعداديه وحده، اعداديه وحده لان في النخيل الثانيه هي كتبنى، انا فين تيمشيو تيقراو هاد الدراري اللي تيقراو على بعد، كاين اللي كيضرب 10 كيلومتر باش يوصل الاعداديه الوحيده اليتيمه، الناس ديال الفخره ابتداء من سن 6 سنوات تيقطع طريق رئيسيه اللي كتربط مراكش بوارزازات، كيقطعها مع الصباح يمشي التلميذ عنده 6 سنين باش يقطع الابتدائيه اللي كاينه في المدينه القديمه، ما كايناش في الفخاره، ما كايناش ابتدائيه، ادنى شروط العيش الكريم ما كايناش في الفخاره، من المستوصف الصحي ديال الفخاره فيه معاناه،
فيه نقص الاطر الطبيه. كنهضروا حنا كنسوقوا اعلاميا لمدينه مراكش بحال لا هي شي جنه، وعلاش ما عطوناش المونديال يطو، علاش ما عطوناش هادشي، راه ما غادي يعطيونا والو. راه مراكش لا تستحق، الا بغيتي الصراحه الصراحه واللي بيهضر معكم بصراحه، مراكش بهذا التدهور الخطير اللي كتعرفوا ما باقي تستحق تحضر نتا تظاهره عالميه. المدن اللي هاربه عندنا الرباط كازا طنجه اكادير، اه مراكش هكا خصك تفتح تحقيق في المشاريع والاوراش الملكيه اللي تفتحت في مدينه مراكش، واللي عرفت نهب وعرفت سرقه وعرفت على الاقل حتى اللي ما عرفت سرقه عرفت سوء تسيير وتدبير. امثال ديال الحضاره المتجدده، نهار تفتح تحقيق مع هاد الناس اللي كانوا مسؤولين على هاد الاوراش، نقولوا حنا راه كاينين في بلاد ديال الحق والقانون، وراه القانون تيتطبق على الجميع ماشي على الفقير والمواطن البسيط. شكرا لك سي عادل، شكرا. كما تنشوفوا بان هاد الناس تيعيشوا واحد الازمات قويه وقويه، لانهم محرومين من الضوء من الماء، محرومين من شهاده السكنه، لان الوليدات ديالهم كما تيقولوا انهم تيخرجوا الى الزنقه، وتلقى معاهم البوليس رجال الامن تيبغيو يديروا معاهم تحقيق الهويه، تيقول لي عطيني لاكارت، يقول لي ما عنديش، وتيقاو مشاكل كبيره. شكرا سي عزيز السبازي الفاعل الجمعوي اللي قربنا هذه المشاكل اللي تيعيشوها الناس ديال السكن العشوائي. الى هنا متتبعينا، نلقاكم في بث مباشر اخر، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.